فأنا أخذت لقب برام كوين. فرجيني إبراهيم كيف؟ فرجيني. هيدي بتعرف شو هيدي لازم تطلع عندك 3 أسابيع أسبوعين لازم تغيرها لك. هيدي يمكن عام سنة 3 سنين. ها شنو؟ هيدا هون مثل هيدا اللي حاطه أنا، بس مش مثل هيدا أنا اللي حاطه. انا ما ابراهيم اترك البنت يا ابراهيم، ها اترك البنت ابراهيم لك جمال جمال تبن شنو الضحكة القايصة غيريها خلص ابراهيم ارجع دوري ارجع على طول خلاص يلا هيك منيحة منيحة. انت تبي تشوفي بعد ما صار بدي اشوف الصور الحلوين. مشاري مش ناشف من تحت، خليني اشوفه. نص طرطي، احنا قصينا الطراطيف بس رجعوا. بدي اشوفه. رجعوا السيدي اللي طلعت فيه قصفوا. اوكي لا توسخيني. ما عرفني. فرجيني قرب. يمكن فوندنتان. 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 يا ربي قبل ما اتعلم فرنسي اعمل لك تفجيرك يا عمي. لا يروحون بيذوب ايدي بعدين. طب ما علمتوا فرنسي؟ ما تعلمت فرنسي بعد؟ والله تعلمت بس ما حلفني الحظ. لا يلا ابراهيم اللهم بليس 1 بليس 2 بليس 4 شو؟ بليس 1 بليس 2 بليس 4 بليس 1 بليس 2 بليس 4 1 2 3 4 ابراهيم تعال اصبغ لك شعرك 5 6 شو كني هول الافكار الصغار. سبحان الله تبرين هذا تبرين اللي ما يعرف هذا على باله شوكولا. يا يتصور احرق ابراهيم تعال ندور بدي اشوف الصور انا. شوف الصور انت اصلا صار لي ساعتين تشوفين الصور. ما عاد بدي اشوفهم. يلا لولو كوكو لولو بو يعقوب يوسف نسمي بالكويت يوسف نسمي بو يعقوب. شعري صار اورانج. فارس هيدي بس ما بتنق. لا كثير حلوه هيدي ابو يعقوب. من ابو يعقوب؟ كثير حلوه عن جد مهضوم. احلى منك عادي. لارا لو حدا ثاني لا كسر لك راسك. قصر لك راسك. من جد كثير حلوه لبقت لي. انت الحين شنو تسوي بالضبط؟ يعني شنو اللي قاعد تسوي؟ راح اقصر شعري بغض. لا لحظه انت راح اقصر شعري مثلك. قاعد تصبغين شعرك الحين؟ ايه بس من الجذور. من الجذور حتى الاطراف؟ وغسين. من الجذور حتى الاطراف؟ بجي؟ او بروح؟ Can you hear me? Talking to you. Cross the water. Cross the deep. وقف شوي شوف هاي البروفيل كم صار. واو طلعي هون طلعي هون 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 شوف هاي كذا بروفيل عم تشوفي؟ شايفه شايفه هون كمان؟ شوي اسبانيول الاسبانيول بيبي ام تراينج هذا بيسميه بقى وكمان حط
اعطيه مثلا شي فلاور. طبعا شفت الماسك اللي اعطيتني اياه حق الشعر مثلا شي فلاور، اذا مش لبس شي خرج خرج ستراس شعري صار طويل، هذه فلاور هون مثلا بده صار من هنا. شوف هنا محروق، شوف ودول حلوين الصغيرين، هذول حلوين ها الصغار عشان سامبل. سامبل ها سامبل بلوز سامبل عادي شوي حلو، اذا نحط شيء هيك كمان مثلا يا فرنش بيسا. شوف البروفيل شو حلو هيك فرنش بيسا حلو ها فرنش بيسا كيوت كيوت. تطلعين معي كذي بالنمونه؟ لا لا هذه بركي اذا لانه ما راح حدا اذا بقيت للفينال بس شعري هيك ايه تعمل هيك شيء اذا كان ثيابك خرج زين سوي لي انا نفسي يمكن خرج رفع. أنا اوصل للفينال ايه لارا؟ يمكن ابراهيم كمان. طوني ترى انت بصراحه سوي لي انا نفسها ليك. رح نجرب، رح نجرب شيء على فرد كمان. اوكي انت قاعد تجرب الحين. ايه شيء شنو وراك جرب اعطيني انا اشوف. بدك تفوت معك تغسل مع شعرك في كاميرا هناك بس للبنات عشان كذا مش عشان حاجه لانه عندنا ابراهيم ممنوع. بس للبنات. شنو اللي بس للبنات؟ يعني الهير ستايلز بس كذا. زين انا شنو قلت لارا؟ ما قلت شيء. لا بقول لك لا طالع انت بس انا طالع. والله ممكن نحط استخاس في شعر ابراهيم كمان عشان ما يزعلش. حط له حلقه بمنخار ابراهيم. حبيبي حبيبي. هيك بنرجع على الكويت. بنرجع يبي معاكم ماكينه؟ عشان عندي شعر ورا زايد. يلا نظف لك اياهم. تنظف لي اياهم بليز. صار لي 3 سنين ما نظفت. ما معك وقت ايه؟ بتطول تاخذ وقت يعني دغري قوم او دغري ما بعطيه حلقه حبيبي شعري ما بقاش افتح. بلا انا شايفك بلا امس على الغسيل يفتح على الكالكير كمان وعلى السشوار. هذا بعد مالها؟ هذا مال هذا مالها؟ ايه بدك تغسل فيه شعراتك؟ لا والله بغسل فيه وجهك. إذا بدك ما في مشكلة، خذ قدوم من عندي. بلشت اتلقمن. جرب لي قوي هادي شوية تريس اوكي نزلي ها تتذاوى وحيات الله يلعن وجهك يلعن هو هلا بنتفاهم مع هايدي ها هلا بنتفاهم مع هايدي ضروري ليش؟ ليش؟ شو؟ هلا بعدين ان شاء الله اوكي زعلان وانا وايد انت شكو شنو هذا؟ سيفورا يا سحليق ثانك يو سيفورا سحيل سلاحة حليسة سلاحة سلاحة انا ولا مرة في حياتي راح اتعلم كويتي ولا بعمرك راح تتعلمين كويتي سلاحة مش معقول حليسة حليسة على فكرة هذه حليسة يعني مو كلمة كويتية هذه كلمة ألفناها احنا كيف حليسة؟ فكرت حالي عم بحكي كويتي حليسة سحلوق سحلوق هذه مغربية؟ لا كويتية قلت لي اياها امبارح قلت صليحة طبعا ما قلت سحلوق سليحق شفت شلون مغربية؟ إن كان هناك سحلوق فهو أنت أنا سحليقة مش سحلوق أنا بنت بعرف شنو بعرف؟ شوف شو مكتوب هونيك شفت شو مكتوب هناك؟ كله هو اللي سامي الطوال احسن مو حقك هذا كان مال ثاني ايه ما هي خلت لي اياه ايه شو فارس؟ زعلان منك وبراضيك وبعدني عنك يا ساتر بنحط هذا بعدين لما اجي رح اجيبه من غير شو الباربيكيو؟
خلصيت ولا غلط؟ والله الباربيكيو عند عبد العزيز اليوم، انا زهقت وانا اسوي باربيكيو. صح لارا؟ ها؟ انت كنت بتعمل احلى باربيكيوات. بس عشان كان في ناس معين. اكيد. خلاص، ممنوع انت تعمل باربيكيو. ممنوع اعمل اي حاجة الحين خلاص. ولا حاجة. مفروض يعملوا لي دلوقتي. صح؟ صح؟ بعد بكره البرايم يا لارا. بعد بكره عيد ميلاد ابراهيم. ايه يوم البرايم. يوم البرايم؟ يوم البرايم عيد ميلادي. عشان تعرف عشان تغنوا له هابي بيرثدي. عشان تعملوا لي احلى لوك. هل راح يعملوا له؟ المفروض الحين تعمل لي احلى لوك يا طوني. شفت شلون؟ معقول تعيد بالكويت يعني ولا؟ لا. راح اعيد بلبنان يا طوني. لارا. ومعايا. ومعاك اكيد. هنقعد مع بعض طول الليل. وين بس؟ بيبي. هنا في البرايم. اه اوكي فكرت فعليا مع بعضكم يعني لا بس يلا ممكن ها لا لا اي اذا عشان لارا انا افل معاها مو مشكله لارا بعد صغيره ما بقى تتجوز لارا تستاهل انا مش هجوز حد لغايه ما ابراهيم يقول اه ولا يعني طب ايش رايك يقول شو لازم يقول اه ولا لازم انا اوافق لارا انت بتتكلمي جد ولا بتكذبي علي؟ اه عشان هو بيقول لي جواز مش جواز بقول له مش عايز اتجوز بقى شفت شلون يا طوني؟ لا تحاول لا تحاول لا تحاول ما راح ازوجك اياها لا تحاول انا متجوز يا اخي بنتي قدها بنتي عمرها 17 سنه الله يخلي لك اياها ان شاء الله لسه صغيرين على الجواز ها؟ لسه ما دخلتش الجامعه عشان افكر شو رح تعملي بالجامعه؟ برودكاستينج كاستينج مره ثانيه ستار اكاديمي راح تقدمين ستار اكاديمي مره ثانيه؟ لا اشتغل في التلفزيون تلفزيون الله حلو 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 شنو تنقل بنت هاي دبوس يا حبيبي عم تنقل صوتك اسمعها من بعيد شنو؟ شنو؟ ها؟ اسمع صوتك من بعيد تنق كثير ها كثير بتنق صح طوني ايه لما رحت الكويت